تمولون الأجانب غير السعوديين؟ أي مصنع في المملكة نموله، إذا كان سعودي بالكامل أو شراكة أو أجنبي بالكامل نموله. إيه، هنا يجيك واحد يقول لك متحمس، يقول لك يا أخي السعوديين أولى، ليش تودي الأموال؟ ليش تعطي الأجانب؟ حتى لو كان في السعودية المفروض يقتصر النظام على السعودي. إيش تقول له اللي يقول هذا الكلام؟ هنا من ناحيتين، أول شيء ما قد قلنا لا المصنع عشان عدم وجود أموال، يعني أنا ما ذكرته تو، بس وصلنا 40 مليار ريال رأس مال الصندوق مع الرؤية تتابعا حتى قبل إطلاق الاستراتيجية الصناعية وقبل إطلاق مدلب، ارتفع رأس المال من 40 إلى 65 إلى 105. يعني اللي صار في سنوات الرؤية من استثمار من الدولة أو دعم من الدولة أو اعتماد من الدولة أعلى من صار في 45 سنة اللي سبقتها. فما هي إشكالية قدرة، بس في شيء مهم لو تشوف احد مستهدفات الرؤيه اصلا هو استقطاب الاستثمار الاجنبي، مو القصه حاجه فلوس ولا اجنبي، احنا نبي نجيب افضل التجارب العالميه ونجيبها المملكه. كل الدول الصناعيه الناجحه ترى يعني تتنافس لجلب الصناعه، يعني بنزور كوريا ولا بنزور المانيا نتناقش عن الصناعه اشوفهم احرص مننا ان تعال جيب شركاتك السعوديه جيبها عندنا، جيب مستثمرينك السعوديين عندنا. فمهم جدا ان نخلق التنافسيه ونخلق الاستثمار. يعني في عقل، يعني معناته احنا لازم نغير الثقافه الموجوده اللي دائما تقول لك لا السعودي وبس، لا الاجنبي لازم نحاربه، ليش ياخذ الفرص؟ انه لا في اجنبي يفيدني. صحيح صحيح بالضبط. مين الاجنبي اللي يفيدني؟ اللي عنده قيمه مضافه. مين اللي عنده تقنيه؟ الاجنبي اللي المفروض نرحب فيه ونساعده، مين؟ اللي عنده تقنيه وقيمه مضافه. لو جبت شركات كبيره عملاقه عندها، جبت شركه كبيره مثلا عملاقه للسعوديه عندها سلاسل الامداد حقتها، اذا جت هي بدون موردينها بيصنعون عندها، عملائها عارفينها وعارفين الاسم، صار يربط بكره الاسم اللي مقترب بالجوده يرتبط بالسعوديه. تدريب الشباب بالاخير الشركه اللي جايه ما راح تجيب كل موظفين برا، يعني غالب الموظفين الان عندنا مستهدفات سعوده وكذا بيكونون من البلد، التدريب اللي قاعد يصير في البلد، قدرات صارت موجوده في البلد، بالاخير المصنع بني هنا، يعني حتى لو جت زي ما قال مو ماخذ مصنع معه بيروح بالطيارة، المصنع بني. إيه الناس تخاف من انه يجي وياخذ رزقنا وفرص حقتنا ويروح واحنا اللي ندفع الثمن. إيه هذه فكره موجوده، هي اللي يجون واللي نستقطبهم هم اللي يجيبون قيمه مضافه. واضح.